لاحظت في الفترة السابقة بعض الحالات اللي سويت لهم منظار للمعدة بسبب وجود ألم في المعدة ووجود عسر هضم، أن كثير من هذه الحالات لديهم التهاب في جدار المعدة غير معروف السبب. يعني أدخل في المنظار أجد التهاب شديد وتقرحات، وعند البحث في أسباب هذه التقرحات الأكثر شيوعا لم أجد سببا لذلك. وعند إرسال عينات المختبر تواصلت مع المختبر، المختبر يقول في ضمور في خلايا المعدة وفي وجود التهاب شديد وتقرحات. طبعا الضمور في هذه الخلايا، خلايا المعدة، ممكن أن يؤدي إلى ضعف في إنتاج الأحماض، ضعف في إنتاج الإنزيمات الهاضمة، بالتالي على المدى البعيد يؤدي إلى سوء هضم، عسر هضم، آلام في المعدة، نزول دم من جدار المعدة، فقر دم، وسوء امتصاص للحديد وفيتامين B12. لم أجد سببا واضحا لذلك، فقمت بالبحث في بعض هذه الأمور فوجدت ارتباط بين هؤلاء الأشخاص ومشروبات الطاقة. والبحث العلمي في المواقع العلمية المعروفة وجدت أن فعلا سجلت حالات حول العالم لوجود التهابات شديدة في جدار المعدة وسوء هضم وعسر هضم عفوا وسوء امتصاص المواد الغذائية بسبب مشروبات الطاقة. مشروبات الطاقة إما تناولها لوحدها أو تناولها في العصائر التي تباع يعني في بقالات وغيرها، بعضهم يسوون ميكس أو غيره ويضيفون له مشروبات الطاقة. كل مشروبات هذه الطاقة تؤدي إلى التهاب في جدار المعدة، سوء هضم وعسر هضم وفقد للمواد الغذائية المهمة، وفي بعض الحالات قد تؤدي إلى التهاب شديد وحدوث نزيف. هذه الالتهابات المزمنة على المدى البعيد الخطير فيها أن سجلت بعض الحالات التي تحولت إلى أورام في المعدة. لكن المبشر في الموضوع أنك عندما تتوقف عن مشروبات الطاقة تعود الأمور إلى ما كانت عليه وتتحسن وتنعدم فرصة حدوث أورام المعدة إذا كانت فقط متعلقة بهذا الموضوع.